انطفأ ليل البنفسج ووصل الريل إلى محطته الأخيرة. توفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات عن 88 عاما إثر صراع مع المرض، والذي وصفه في 4 كلمات فقط، قال فيها: متعب مني ولا أقوى على حملي. نعاه الرئيس العراقي برهم صالح بقوله: يبقى مظفر النواب حيا في ذاكرة الشعب، من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإنه لا يمضي إلى العدم، فهو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات. ونعاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بقوله: الراحل الكبير مظفر النواب، العراق الذي طالما تغنيت باسمه أينما حللت وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودعك إلى مثواك الأخير، مثقلا بأسى خسارة ابن بار ومبدع لا يتكرر. أنهى مظفر النواب دراسته الجامعية في جامعة بغداد وأصبح مدرسا، لكنه طرد من عمله لأسباب سياسية، وفي عام 1963 هرب من العراق إلى إيران، حيث جرى اعتقاله وإعادته إلى العراق ليصدر القضاء العراقي حينها حكما بالإعدام بحقه بسبب توجهاته السياسية التي بدأ يترجمها شعرا، ثم خفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد قبل أن يهرب من سجن الحلة جنوبي بغداد بحفر نفق بالملعقة. وفي عام 1969 صدر عفو بحقه، فعاد النواب إلى التدريس قبل أن يغادر العراق متنقلا بين سوريا ولبنان ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان وإريتريا وإيران وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان، ثم عاد إلى العراق في عام 2011. للشاعر قصائد كثيرة وجدت طريقها إلى الموسيقى، فتحولت إلى أغنيات كل ما فيها يؤكد عراقيتها بالصوت والكلمة واللحن، حيث غنى له عمالقة الطرب العراقي، ومن بينهم ياس خضر وسعد جابر وإلهام المدفع وغيرهم. مرينا بيكم حماد واحنا بقطار الليل، وسمعنا دقق هوا شمينا ريحته. عاش مظفر النواب حياته في الغربة متنقلا بين البلدان، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعيداً عن وطنه العراق، في الوقت الذي وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بنقل جثمان فقيد العراق والعالم على متن طائرة رئاسية ليوار الثرى في بغداد التي أحبها الراحل حد الهيام. رحل النواب لكنه خلف وراءه إرثاً شعرياً وأدبياً ارتقى إلى مستوى الإنسانية جمعاء بنضالها الكبير وصوتها الذي لم ولن يخبو على مر العصور. وليبقى المعارض السياسي الأبرز في جميع الأزمنة، فما تركه الشاعر النواب سيظل ماثلا في ذاكرة الأجيال دائما وأبدا.